صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. طبعا زي ما كلنا عارفين إنه صحة الناس أهم حاجة، طبعا عندهم لازم الناس تحافظ على صحتها وتهتم بيها، ومن أكبر المشاكل اللي ممكن تأثر على صحتك وتسبب لك إزعاج كبير جدا هي مشاكل الأسنان. وللأسف الناس ما عندهاش ثقافة إنها تروح لطبيب الأسنان تعمل كشف بشكل دوري، فبالتالي بيقعوا في مشاكل كتيرة جدا وبيستنوا لغاية ما المشكلة تتفاقم وبعدين يذهبوا لطبيب الأسنان، فبالتالي بيكون الألم أكبر وبتكون المشكلة ممكن تكون أكبر. عشان كده لازم نوعي الناس إن هم يهتموا إن هم يروحوا لطبيب الأسنان ويتابعوا أسنانهم بشكل دوري. عشان كده معانا طبيبة متخصصة، معانا دكتور ولاء طارق أخصائي التركيبات الثابتة وماجستير في التركيبات الثابتة. أهلا بيكي، أهلا بك، شرفنا بوجودك في حلقتنا النهاردة. أهلا بك، ميرسي. قبل ما نبدأ كده خالص، تعازينا للشعب المصري والأسرة السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي توفاه الله أمس عن عمر ينازه 92 عاما. نرجع بقى لموضوع حلقتنا، عايز أسألك أول حاجة، يعني من أكتر الأشخاص، مين أكتر الأشخاص المعرضون لتسوس أسنانهم؟ طبعا أكتر الأشخاص هم بيبقوا الأطفال. الأطفال طبعا بياكلوا سويتس كتير بقى وحلويات، ما بيبقاش ساعات من الأم ما بيبقاش فيه متابعة كويسة من الأم إن هم يراعوا دايما إن هم يغسلوا أسنانهم، فدايما هم أكتر الناس اللي معرضين لتسوس الأسنان. كبار السن طبعا، الناس اللي بيبقى عندهم أمراض معينة ميديكال برضو بيبقوا معرضين شوية ان هم لتسوس الأسنان. الناس طبعا اللي ما بتحافظش على غسيل أسنانها بصفة دايمة اتليست مرة الصبح ومرة بالليل، فدول بيبقوا أكتر ناس معرضين طب لتسوس ازاي الأسنان. احافظ على اسناني بشكل صحيح؟ طبعا احافظ عليها من التسوس؟ طبعا زي ما قلت، هو المفروض الصح ان انا بغسل اسناني 3 مرات يوميا، مره الصبح ومره الظهر في نص اليوم ومره بالليل، بس اتليست خالص المفروض ان هي تبقى مره الصبح ومره بالليل. طريقه غسيل الاسنان مهمه جدا، مسكه الفرشه، ازاي بحرك الفرشه وانا بغسل اسناني، الفرشه نفسها اللي انا بستخدمها لازم بتبقى نوع معين سوفت، مش اي فرشه بشتريها وخلاص. طبعا معجون الاسنان برضو بيفرق معايا. معجون الاسنان مش سهل ان انا احدده كمريض، المريض ما بيقدرش يحدده لوحده، فالمفروض ان هو بيروح لدكتور الاسنان وعلى حسب الكيس بتاعته او حالته بيقرر له هو انهي معجون مناسب له. طب امتى يجب ان انا ازور طبيب الاسنان؟ لما احس بايه؟ هو المفروض الصح زي ما انت قلتي في الاول، المفروض يبقى عندي كونسبت ان انا اعمل تشيك اب دايما كل 3 شهور او 6 شهور مع دكتور الاسنان، حتى لو انا مش حاسه باي حاجه، يعني مش حاسه، مش لازم ان انا احس ببين او الم علشان ازور دكتور الاسنان. يعني ممكن يبقى في حاجة وأنا مش واخدة بالي منها. بالظبط، هناخد بالنا من المشكله لما تتفاقم قوي فنبتدي نحس بالم، فساعتها نزور طبيب الاسنان. فلما انا بزور طبيب الاسنان بصفه دوريه ساعتها انا بحل يعني او بتجنب مشاكل كتير ممكن تحصل. طب هل هناك علاج وقائي لمنع تسوس الأسنان؟ العلاج الوقائي هو المحافظه على غسيل الاسنان، استخدام الفرشه بطريقه صحيحه، برضو بستخدم غسول الاسنان مرتين يوميا او 3 مرات يوميا. الغسول برضو اللي بيحدده الدكتور طبيب الاسنان، مش المريض هو اللي بياخد اي نوع وخلاص مع نفسه يعني. بس طبعا بيبقى في ناس كتير بقى بتخاف من طبيب الأسنان وعندها فكرة خوف كده مسبقة عنه وكده، فازاي نتغلب على الفكرة دي؟ هي الفكرة كلها انه ازاي دكتور الاسنان بيتعامل مع المريض. يعني احنا بنقابل حالات كتير المريض بيبقى جايب زي بتروما كده من دكتور اسنان قبل كده، فبنبتدي احنا اسلوب التعامل معاه ان احنا نسمع المشكلة معاه، ايه اللي خليه اصلا جاي لدكتور الاسنان. فكرة بقى ان هو الناس دايما بتبقى خايفة من حقنة البنج، فدي بيبقى ليها تكنيكس معينة بنتفادى المشكلة دي، المفروض ان المريض ما يحسش بأي حاجة وهو بياخد حقنة البنج. في حاجات معينة بتتحط قبل ما بدي حقنة البنج علشان ما يحسش بأي حاجة، فمع ان انا بحاول اهندل بقى او امانج السايكولوجي بتاع البيشنت. طب لما يكونوا في مرضى من الأطفال،
دول برضو التعامل معاهم هل بيبقى صعب شوية؟ يعني ازاي اتعامل معاهم، وفي اي عمر المفروض ان انا اخد طفلي لدكتور الاسنان؟ شوية التعامل بيبقى صعب شوية مع السن الصغير، خصوصا من 3 أو 4 سنين. طبعا المفروض بمجرد ما يظهر أول سنة في بق الطفل، الأم بتبتدي بقى تحافظ تغسل له أسنانه، بيبقى فيه فرش معينة الأم نفسها بتلبسها في، يعني في الصباع بتبقى فرشة صغيرة جدا على قد حجم المريض البيبي. بمجرد ما بيرضع أو بياكل بتغسل له أسنانه حتى لو مش بمعجون. لو لاحظت أي مشكلة، لو لاحظت أي حاجة، بتبتدي تروح طبعا على طول لدكتور الأسنان وهو بيظبط الدنيا. طبعا التعامل معاهم بيبقى صعب شوية، بس بيبقى فيه تكنيكس غالبا يعني ما بنعالجش البيبي من أول جلسة. هي أول جلسة دي بتبقى بيتعرف على الدكتور وبنقعد زي كده بنلعب معاه شوية. لانه طبيعي الطفل الصغير هيبقى عنده رهبة، فبالتالي لازم نطمنه بقى بالظبط، ونحايله كده. نلعب معاه بقى شوية ون يعني نخلي كأنه رايح يلعب، مش رايح لدكتور أسنان. بنديله هدايا، بنتكلم معاه بقى. بس دي بتبقى أول زيارة علشان تجهيز لتاني زيارة. وكمان بنراعي إنه المكان اللي احنا هنشتغل فيه، نتعامل مع البيبي في المكان اللي احنا هنشتغل فيه. يعني انا ممكن استخدم كوتون، حاجة بسيطة قوي ما بيبقاش فيها اي ألم، في نفس الناحية اللي انا هشتغل فيها، عشان لما يجي تاني بعد كده خلاص هو عنده كونسبت في دماغه، ايه ده انا المرة اللي فاتت الدكتور عملت لي حاجة وانا ما حسيتش، طب فخلاص فانا جاي مش خايف. بالنسبة للناس اللي بتبقى عندها أسنانها داكنة، فإزاي بيتم تجميل الأسنان الداكنة دي؟ سواء إن دي عيب خلقي أو عيب مثلا ناتج عن الإهمال أو عدم الاهتمام بالأسنان أو كده. طبعا هي بتبقى على حسب الكيس اللي قدامي، ايه السبب اللي خلى يحصل اصفرار او ان الاسنان دي عندي داكنه. ساعات بيبقى في امهات للاسف بتاخد ادويه وهي حامل، ما ينفعش ان هي تاخدها، فبتاثر على الاسنان بتاعت البيبي لما يتولد، فدي بيبقى ليها طريقه علاج معينه، زي مثلا الفينيرز او الكراونز، على حسب الكيس وعلى حسب الحاله اللي قدامي. لو الموضوع متوقف على ان باد هابتس بس للبيشنت بيعملها، عادات سيئه بيعملها زي ان هو بيشرب قهوه كتير، سموكر، مدخن بطريقه شرهه، فدي بيبقى ليها برضو اسلوب علاج تاني وانستراكشنز معينه البيشنت بياخدها بيمشي عليها والدنيا طب هل بتظبط. بالنسبة لتبييض الأسنان، هل تبييض الأسنان يتماشى مع التدخين ولا مش هيجيب نتيجة بالنسبة للناس المدخنين مثلا؟ طبعا هو احنا بعد الجلسه بتاعه التبييض الاسنان بنقول للبيشنت اللي هو المدخن ان هو لمده 48 ساعه، اتليست 48 ساعه ما يدخنش تماما. طبعا المفروض الصح ان هو ما يدخنش اصلا علشان يطول عمر التبييض اللي احنا عاملينه. هو عمر التبييض بيبقى تقريبا من 6 شهور لسنه، على حسب هو بيتعامل ازاي مع التبييض يعني، او مع الحاله. لو هو سموكر جامد قوي لا هيأثر على التبييض اللي احنا عملناه، ممكن بعد 3 شهور أو 4 شهور نلاقي ان هو ولا كأنه عمل اي حاجة. فطبعا يستحسن ان هو ما يوقف تدخين اصلا. طب كلمينا شوية عن تبييض الأسنان بالليزر. تبييض الاسنان بالليزر هو يعني اخر حاجة توصلنا لها دلوقتي في التبييض. هو ما بيبقاش فيه تقريبا، ما بيبقاش فيه اي دروباكس او اي عيوب او اي مشاكل بعد كده. قبل كده زمان كان التكنيكس اللي احنا كنا بنستخدمها كان ممكن يبقى فيه شويه حساسيه بعد التبييض لفتره معينه البيشنت بيعاني منها، لا الليزر ما بيبقاش فيها المشكله دي. الجلسه بتبقى ماكسيمم ساعه عند دكتور الاسنان، على حسب الدرجة اللي أنا عايزة أوصل لها أو اللي البيشنت المريض عايز يوصل للدرجة لأنهي لون هو عايزه. بتبقى تقريبا ربع ساعة في ربع ده اللي هو ساعة. بقى بيبقى فينيرز ولا بيبقى لا ده التبييض، ده التبييض ده العادي؟ التبييض. بعدها بياخد تعليمات معينة ان هو ما ياكلش اي حاجة فيها لون، اي حاجة فيها صبغات زي الكوفي، التي، الحاجات دي، لمدة تقريبا 48 ساعة، وبعد كده بيتعامل عادي خالص ولا كأن في اي حاجة.
وبعد ما بيخرج من عندي على طول ما بيبقاش حاسس بأي بين، ما بيبقاش حاسس بأي ألم. طب كلمينا شوية عن الهوليود سمايل وكلمينا عن الفينيرز. الفينيرز مش هو متعارف عليه دلوقتي، او للاسف الناس فاكره ان اي حد ممكن يعمل فينيرز. الفينيرز هي بتدي سمايل حلوه جدا، بس مش اي حد يقدر يعمل فينير. في حالات معينه زي ان هو بيشنت بيعاني من مسافات ما بين الاسنان بتاعته، متضايق من مش عارف يضحك من المسافات دي، ورافض في نفس الوقت ان هو يعمل تقويم، فبضطر ان يعني بنلجأ لان احنا نعمل فينيرز. الفينيرز ما بياخدش وقت تماما، هو بيبقى ماكسيمم 3 جلسات عند دكتور الاسنان. بيختار بنحدد سمايل معينه على الكمبيوتر، بتبقى حاجه اسمها ديجيتال سمايل ديزاين، الدكتور بيعملها وبيظبط السمايل بتاعت البيشنت ولا كانه حاطط اي حاجه، يعني بيضحك وبيتعامل عادي، واللي قدامه ما بيبقاش عارف ان هو حاطط حاجه مش ناتشرال. يعني تعالوا نشوف كده شوية صور لبعض الحالات. هنشوف دلوقتي شوية صور لبعض الحالات وهنقدر نفهم عليها. ودي أول صورة أهي، دي كانت حالة ريستوراتيف، يعني حشوات تجميلية، في حشوات اللي هي لونها أبيض بتبقى نفس لون الأسنان بالظبط. اللي فوق طبعا الصورة اللي فوق دي بيفور، كانت تقريبا في الأربع الأسنان القدامانيين. اللي تحت طبعا دي الأفتر، بعد ما حطينا الحشوات ما بيبقاش فيه باين أي حاجة خالص، إن البيشنت مش حاطط أي حاجة خالص. نروح بقى للصورة اللي بعدها. دي حالة تنظيف جير، بيشنت ما بيحافظش على غسيل أسنانه تماما، فالجير طبعا مأثر على اللثة، بيعمل التهابات في اللثة جامدة، بيعمل ألم جامد. فالحالة اللي الصورة اللي تحت هي بيفور، والصورة اللي فوق الأفتر بعد ما شلنا خلاص الجير كله ومشي على انستراكشنز معينة علشان الدنيا تهدى عنده والالتهابات تهدى. دي حالة زي ما انا كنت بقولك دلوقتي، حالة السبيسنج، مسافات ما بين الأسنان، وهو بنقفلها بالكراونز أو الفينيرز على حسب الكيس. ممكن أحط كراون كامل وممكن فينير. دي كانت كيس جايالي، كانت حاطة تركيبة وللأسف وقعت منها، وده كان منظرها وهي جايالي كده، جايالي كده العيادة. ده افتر بقى بعد ما ركبنا كراونز جديده. كراونز بيبقى اسمها اي ماكس او زيركونيا، كراونز او طرابيش تجميليه برضو. دي بقى بتركبيها من اول وجديد بقى. بالظبط، بنشتغل من اول وجديد كانها ما كانتش حاطه اي حاجه خالص. دي برضو حاله تنظيف جير. دي كراونز كان بيشنت كان عنده السنتين القدامانيين ناحية اليمين. هو لو لاحظتي انت مش هتعرفي تفرقي ما بين الكراونز اللي محطوطة او الطرابيش اللي محطوطة واسنانه الطبيعية. كان بيعاني من ان هو عنده ضب في السنتين دول، كانت السنتين طالعين لقدام قوي عن مستوى السنان التانية، فحب ان هو يعمل كراونز عشان يحسن السمايل بتاعته. نفس الكلام، هما الاثنين ناحية اليمين بالظبط. طيب كان في بقى يعني بنسمع عن مثلا مستحضرات تجميلية بتتباع في الصيدليات لتبييض تمام. الأسنان، فهل الكلام ده حقيقي فعلا بتجيب نتيجة يعني، ولا حاجات كده ترويجية لا وخلاص؟ لا، هي حاجات للأسف تروية وخلاص، والناس بتصدق في الكلام ده لأن هي بيبقى الكوست بتاعها بيبقى قليل جدا، فليه طب ما أجرب. لا، بس بيبقى ليها مساوئ بعد كده، البيشنت مش هيبقى مدركها إلا بعد فترة. على اللونج ران هيبتدي بقى يلاقي المساوئ دي ويندم ان هو استخدمها. فانا بنصح انه ما فيش اي حد يستخدم اي حاجه في الصيدليات او بيتروج ليها الا بعد استشاره دكتور الاسنان. كان في فيديو كمان كده كان متداول له في الفترة الأخيرة، كان يعني هو مش طبيب أسنان اللي قايل عليه، بس كان منتشر كده على السوشيال ميديا. كان بيقول، كان بيتكلم على حشو العصب، إن هو إيه، ما نلجأش يعني لحشو العصب ونخلع الضرس على طول، كان بيشجع على كده. فإيه رأيك في الموضوع ده يعني؟ للأسف الفيديو انتشر جدا وخد فيورز عالية.
هو مش دكتور أسنان، بس هي طبعا ده كلام خاطئ تماما تماما تماما. حشو العصب احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نحافظ على خلقة ربنا او الحاجة الناتشر اللي موجودة عندي بقدر الإمكان. فانا لو في ايدي ان انا ما اخلعش علشان ما الجاش بعد كده ان انا اعمل تركيبه، ان انا اعمل كوبري، ان انا اعمل زرع، طبعا الحاجات دي بتبقى مكلفه، قصاد ان انا كان ممكن احافظ على الضرس بتاعي واعمل حشو العصب والبيشنت يعيش يعني طبيعي، ما فيش اي مشكله وما يتكلفش كتير كمان. حشو العصب ملوش اي مساوئ بعد كده لو اتعمل صح، تمام، لانه ممكن ما يتعملش صح، فساعتها بيبتدي يظهر بقى خراج تحت الضرس، حاجات بتظهر في بق المريض فيفتكر ايه ده، ده حشو العصب وحش جدا، لا خلاص انا مش هعمل حشو العصب تاني وهخلع وهستسهل. معانا اتصال سامح من اسكندرية، اهلا بيكي. اهلا اهلا بحضرتك، كنت حابة تسألي عن ايه؟ ممكن اكلم الدكتورة؟ اتفضلي يا دكتور، معاكي. معاكي الدكتور ولاء. انا كنت عملت حشو عصب وعملت تركيبة، تمام. وبعدين اخدت مضاد، كان جالي خراج في الضرس واخدت مضاد حيوي ولقيت الخراج رجع تاني، فايه الحل للضرس ده؟ بصي، الحل ان المفروض ان بتروحي لدكتور اسنان وهو بيعمل اشاعة على الضرس وبيشوف فين المشكلة. غالبا بتبقى المشكلة في حشو العصب، فبيتعاد تمام. بيتعمل ريتريتمنت الحشو العصب، وبنرجع نعمل مكانه جديد مكانه، وبنحط تركيبة تانية جديدة، وخلاص الخراج بيروح والدنيا بتبقى تمام. شكرا لك يا دكتور، متشكرة العفو. جدا. شكرا. نرجع تاني بقى لموضوعنا، وكلمينا كده عن حشو العصب. حشو العصب هو دلوقتي مع التقدم طبعا عشان والتكنولوجيا في اللي ناس احنا كتير فيه، بتخاف منه وبتقلق وكده، فعايزين نطمن الناس شوية. لا لا، هو مع التكنولوجيا اللي احنا فيها هو انا ممكن اخلص حشو العصب في جلسة واحدة، تمام، على حسب طبعا الكيس اللي قدامي. ما بيبقاش فيه اي الم تماما، هو بياخد حقنة البنج اللي هو برضو اصلا ما بيحسش بحقنة البنج وانا بديها، وما بيحسش باي حاجة طول ما انا شغالة، وبيخلص في جلسة واحدة، ما بيبقاش فيه اي مشاكل بعد كده نهائي. بس نصيحة انه اي بيشنت بيعمل ضرس عصب المفروض ان هو يحط عليه كراون او يغطيه بطربوش، علشان هو بيبقى فراجيل جدا او بيبقى سهل جدا ان هو يتكسر، فيحمي الضرس ويعيش معاه اطول فترة ممكنة بان هو يحط عليه طربوش او تركيبة. طب وهل الحشو ده بتفضلي الحشو الأسود ولا الأبيض؟ لا طبعا، هو الحشو الأبيض استاتكس كل الناس دلوقتي، خصوصا بيبقى شكله أحلى يعني. الفيميلز بيبقوا جايين طبعا، أهم حاجة بالنسبة لهم الاستاتيك، وعايزة أعرف أضحك ما بقاش مكسوفة وأنا بضحك. فطبعا الحشوة الكومبوزيت اللي هي الحشوة البيضة نفس لون الأسنان بتبقى أحسن. بس في ناس بتفضل، خصوصا اللي هم الناس الكبيرة في السن شوية الأولد إيج، بيفضلوا إن هم يعملوا الحشوة البلاتين أو اللي هي حشوة الأمالجم، دي كويسة ودي كويسة، بس طبعا احنا بنفضل دلوقتي الكومبوزيت اللي هو انت ما بتبقيش حاطة تقريبا اي حاجة خالص، لأنها الشكل بيبان طبيعية، بيبان ف ناتشرال جدا، بتتحكي بثقة تامة وما بيبقاش انت حاطة حاجة خالص، كأنك يعني كأنك مفيش اي حاجة انت حاطاها. طب بالنسبة للهوليود سمايل اللي هي بتتركب، ايه رأيك فيها؟ هولي سمايل، السمايل ريموفابل، هي طبعا بتبقى للمناسبات بس، يعني مش بتعامل بيها في حياتي اليومية، أنا رايحة فرح، رايحة مناسبة معينة فبحطها الفترة دي. الميزة اللي فيها إن تقريبا ما بيبقاش فيه أي بريب أو تحضير في الأسنان، يعني أنا تقريبا ما بحضرش أي حاجة في الأسنان خالص، ف مجرد ان انا باخد مقاس وهي البيشنت بتلبسه وقت ما هي رايحه اي مناسبه، ولما بترجع خلاص بتشيله. فالميزه اللي فيه انه انت محافظه على اسنانك، ما جيتيش ناحيتها، ما شلتيش منها اي حاجه. شكرا ليك يا دكتور العفو ولاء، عليك. وصلنا لنهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، وأشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. بينا تاني.